نبتتنا اليوم يلي رح ناخد عنا تفاصيل أكثر واصل عنا من البلاد الأوروبية حسب ما عم تخبرنا كندا، لنعرف أكثر أكيد رح نتابع تفاصيل مع أرض ورد. صباح الخير. صباح الخير غادة، كثير هيك إليغانت حلوة اليوم، كثير حلوة مختلفة شوي بركي عن بقية النباتات يلي عادة بنشوفها، واليوم حبيت إنه نحكي عن هالنبتة يلي حتى مكان يلي بتنزرع فيه مختلف شوي عن بقية النباتات. هي نبتة عادة للجنينات مش لحتى نحطها جوا بقلب البيت، ممكن إنه نبلش نشوفها هلا بالمشاتل بلبنان، ولكن إذا كان اشتريناها وعنا شي محل بالجنينة أو شي محل على البلكون ما فيه كتير شمس، مغطى بشي، في بناية بوجنا، في شي شجرة بدي أزرع تحتها أو تحت درج بالجنينة، هالمحلات يلي عادة ما كتير بتكون معرضة للشمس، هي محلات في أيام كتير بننسيها، مع أنه هي الأماكن يلي أكتر شي بتمرق حدها، لأنه مثل ما قلنا يعني بيكون أو مدخل بيت أو تحت درج بتستعمليه على طول او حتى على البلكون يعني، وهي اماكن حلوه انها تكون فرحه وهيك تعطيها لمسه حياه بها الاماكن هيدي. الاستيلب هي وحده من النباتات اللي فينا نزرعها بهيك محلات، عم نشوف هون فرايتي تقريبا طولها لحديد ال 50 سنتي، مع انه في انواع بتبلش من 30 سنتي لتوصل للمترين ايام، بتعطي شكل كثير حلو ساعتها، بتكون كتير حاضرة بالجنينة، وحلوة الأزهار تبعولة هيك الخفيفة يلي مثل كأنها هيك مرشوشة على النبتة، والألوان هي كمان ألوان كتير زاهية وألوان كتير هول الألوان اللي عنا أو في يعني تدرجات أجمالها هون الألوان هلا بتتراوح بين شوي أغمق أو أفتح، بس بتبلش من الأبيض، والأبيض على طول ما بيكون أبيض، بيكون فيه هيك مكسور بالزهر شوي، لا الفيولي الزهر الفيولي الاغمق، بس هيدي هي تدرجات الالوان يلي بتعطينا اياها الاستيلب. وبتلاحظي انه دائما بنعرف ايام كثير من وين بتيجي النبته من وراء الشكل تبعولها، الوراق يلي هي وراق كثير ناعمه وكثير خفيفه، من هون بتعرفي انه منا نبته اذا كان هي قويه، يعني بمعنى بتتحمل ما بتتحمل شوب، بس هي بتضل وبتعيش بالجنينه اذا عرفنا وين نزرعها بين 10 ل 15 سنه، يعني بتقدر انه تختير بالجنينه وتعطيني ومن سنه للثانيه تضل عم بتزهر اذا كان عرفنا وين نحطها، بس ايه منا من النباتات يلي بتتحمل الشوب، مشان هيك مثاليا فينا نزرعها بلبنان بالجنينات الجبليه اكيد وبالاماكن يلي هي بترتفع عن 700 متر وبتعطيني شكل كتير حلو. هلا عدا عن هيك يعني بس نعرف انه هي منا نبتة بلاد حارة، بتصير من النباتات يلي سهلة منا صعبة ابدا كيف نهتم فيها. اجمالا اهم شيء بالاستيلب هو انه وان كان زارعينها ببو او بالجنينة، هو اذا بنقدر دايما نخلي التراب تبعولها رطيب بانه نحط لها شيء اللي بنسميه البياج، او انه نحط تحتها نوع من القش او نوع من الموس يلي موجود بالبو، يلي دائما بتسالوني لشو بنحطه، هذا عاده بخلي الرطوبه تضل لوقت طويل، لانه الاستيل من النباتات يلي بتحب انه دائما حوالين الشرش يضل في رطوبه، مش معناتها انه يضل في مي بس ما ينشف الشرش ابدا، لانه عندها هالوراق الناعمه كثير، وبالتالي اذا كان بالجنينه فينا انه يكون هالبياج عباره عن ازهار او نباتات على الارض، فبتغطي الارض وبتخلي الرطوبه محبوسه بقلبها، او اذا كان لا بيقدر يكون عباره عن قشر شجر الصنوبر يلي هو ديكوراتيف بذات الوقت، او حتى القش العادي يلي كثير ايام بنستعمله بالجنينه. ثاني شغله بتفيد هيك انواع من النباتات هي
لانه هلا بهالايام كثير عم شوف اشخاص عم بيسمدوا الجنينه بمثل هالايام هيدي، وهذا شيء كثير بيفيد هيك انواع من النباتات يلي هي بحاجه للمواد العضويه الغنيه لحتى تعطيني بتركز لها كثير لونها وبتعطي لانه بتصير مغذيه مثل ما لازم. فاذا بهالايام بس مو بقى تاخروا اكثر، بيسوى انه واحد يسمد يعطي سويد، خاصه اذا سويد عضوي للجنينات ولا اماكن يكون فيها هيك انواع من النباتات تحديدا، لانه بدها وقت اصلا. يعني اذا بدك تحطي وتظبطي جنينه وتلاقي نتيجه وتطلعي صيفي او تحسي انه هي اجت الصيفيه من هلا لجوان، يعني هي هي هيدا الوقت اكيد. اكيد هيدا هو الوقت يلي لازم انه نعمل كل هالمشاريع وكل هالورشات بقلب الجنينه. هلا بمثل هالايام عاده ما بتكون بعد زهرت، انا عندي اياها مزهره، بس اذا كانت مزروعه بالجنينه بتكون بعد عم تعطي الورق تبعولها. ومشان هيك للاشخاص يلي او عندهم اياها او يلي حبوها وحابين انه لا السنه الجاي تكون موجوده عندهم، بس نعرف شغله انه بدايه الربيع هو افضل وقت لحتى ننظفها. عاده هيك انواع من النباتات يلي بنقلها نباتات عشبيه ما بتتشحل، بمعنى انه ما بتقصي نص الورقه، بدك تقصيها من تحت من كعبها اذا كان عندك تيج كامله يابسه يعني او ضعيفه او منا عم تعطي. وعاده بتكون ببدايه الربيع بمثل هالايام بتنطفي كل الوراق يلي بتحسيها يبست او الاغصان يلي هي ضعيفه، او حتى بتقدري شوي تفرغيها اذا كان حسيتيها كثير عبيه على بعضها بانك تشيلي الاغصان الاضعف. هيدا الشيء يلي بخليها تقلع وتزهر عن جديد، احسن ما يضلوا الوراق كبسين على الازهار وما يخلوهم يزهروا مثل ما هو لازم. قلنا انه لازم تخلي الرطوبه بداخلها، بس كمان لازم انه نسقي معناتها. وعادة إذا كان بالجنينة فينا نسقي بفصل الصيف إجمالا 3 مرات، لأنه أقل من هيك ونحن حتى على الجبال يعني بيصير شوب بهيك وقت. أما إذا كانت بقلب الأحواض وقدرين أكثر نعمل كنترول على الرطوبة، فهذا الشيء بتوقف حسب وين مزروعة وين بأي منطقة أو لا أو بس شو. أكيد بدها على القليلة مرتين خلال الأسبوع تنسق لحتى تضل محافظة على الرطوبة مثل ما هي بتحب. وقلنا انه بالاماكن يلي هي منا معرضة 100% للشمس. هلا اذا كان ببداية الموسم حطينا السواد العضوي او مواد عضوية وجددنا التراب، فينا حط كومبوست كمان، ما بيعود في لزوم انه نعطي مغذيات اضافية، بيكون هيدا هو الغذاء يلي هي بحاجة لانه عم تاخده ببداية السنة وشوي شوي عم بيتفكك لحتى يصير متواجد بالنسبة لانواع مثل هيدي. بالنسبة ل إذا كان حبيناها وحبينا إنه ناخذ منها فسخة ونرجع نزرعها، كمان هيدا هو وقت كثير مناسب لحتى نعمل هيك. بحس إنه هي تاخذي منها لأنها هي مزبوط. هيك صح؟ صح، يعني ما بتأذي كثير أو ما بتكسري أو لا، بتاخذي كلها سوا، النبتة بتاخذيها كلها سوا من الكعب مع الشوش تبعولها، يعني بناخذ غصن أو عدة، بناخذ بوكي قد ما فينا تكون صحية اوكي، وبهالوقت بتكون بعدها منا مزهرة، بس اكيد بناخدها كاملة يعني ما نخلي نصها هون ونصها هون، بناخدها ومنشيلها من الكعب مع الشرج تبعها لحتى نقدر انه نزرعها. منا من النباتات اللي كثير سريعة بس كمان منا بطيئة كثير، يمكن اول سنة بس منيح فيها انه يعني عمرها طويل. ايه عمرها طويل ويمكن اول سنة منيح انك تزرعيها بالبو لحتى شوي تكبر تصير مبينه شوي، يعني عم ناخذ شقفه صغيره، وبعدين السنه اللي بعدها بتكون عبت تكون صارت قد يلي موجوده هون، بصير فينا ازرعها بالجنينه وبتصير تحسي هذا الحجم اللي معنا هون هيك احلى شيء. ما بعرف ليه ايه هذا الوسط، منا ايه كثير صغيره منا كثير كبيره كمان، يعني على مترين بحسها هيوج مبطلة. حلوه كثير حلوه كثير غاده كثير حلوه، لانه بتحسي هيك يعني الحاضره بالجنينه، بس اكيد بدها تكون المساحه كمان بتساعد، يعني لحتى تبين. دايما بدنا ناخذ بعين الاعتبار كمان البروبورشناليتي تبع النباتات يلي بنختارها مع المكان يلي بنزرع فيه، والا ما بنقدر.
ساعتها إذا كانت نبتة كبيرة فيها تنحط لحالها بالنص، يعني بمحل تكون واضحة ومبينة، وبتعطي ساعتها شكل دائري مثل بوكي. عدا عن هيك بقلب الجنينات فينا نزرعها على شكل هي تكون لحالها عاطية زاوية معينة، أو بتقدر تكون كمان ممزوجة مع نباتات تانية بالشيء اللي بنسميه المسيف فيجيتال، يعني بيكون في عدة نباتات. وأنا شخصيا بحبه كتير لأنه مثل كأنه عندك هيك جنينة صغيرة بقلب الجنينة يلي بتقدري أنك تشكلي بقلبه، على شرط على طول أنه دايما نقي نباتات تكون لابقة مع بعضها ويكون احتياجاتها متشابهة لحتى ما يصير في مشاكل بين بعضهم. حلوين كثير. لكن اللي بده يتحمس هلا عم نشوف اشياء جديده ما بقى كثير يعني ما كنا معودين عليها، صح. يعني الاشياء التراديسيونيل اللي هلا بتروحي تركتي دغري بتجيب هيك الاشياء المهضومه الملونه بتحطيها بتقولي لانه هلا عم حضر للربيع، هون اكثر يعني بدها شغل وبدها تفكير، صح. هلا كمان بدنا ننتبه للامراض يلي ممكن انها تجي، مع انه قلنا انه في رطوبه، يعني هي بحاجه للرطوبه ودائما نحافظ على الرطوبه، بس بدنا ننتبه لمرض الرمى يلي ممكن انه يجي على هيك انواع من النباتات، واللي عادة بيتعالج بمادة الكبريت. بس مثل ما قلتي مظبوط غادة، انه بتروحي على مشتل عادة الواحد لا شعوريا بيرتاح بس يشوف نباتات بيعرفها، ايه مثلا تنعدد الخبيزة، البانسي، البيتونيا، بعد شوي يلي هي بنعرف انه سهلة وبتهتمي فيها بكثير بسيطة وبتعطيك يعني بتلون لك خلال الصيف. بس كمان حلو انه واحد يجرب اشياء جديدة، خاصة بس نعرف انه منا كتير صعبة، ونعرف بس شو هن الاحتياجات، لانه اكيد بتعطي كمان امباكت كتير مختلف وكتير طبعا حلو بقلب الجنينة، وما بيكون حدا عنده او كتير قليل الاشخاص. قلتك هلا كم حدا عم بيقلدنا؟ ان شاء الله كلهم يقلدونا. ميرسي كنتا، خليكم معنا مشاهدينا، بناخذ بريك وبنرجع بنتابع فقراتنا.